الله يعطيكم العافية. في هذا الفيديو هنتعرف على الكونسبتس تاعت البرفيزيف كومبيوتينج. طيب ايش معنى كونسبتس في الاول؟ كونسبتس خلينا نقول الجوانب الاساسية للبرفيزيف كومبيوتينج، او المصطلحات او الاساسيات تاعت البرفيزيف كومبيوتينج. كونسبتس معناها الجوانب الاساسية للبرفيزيف كومبيوتينج. يعني لو انا بدي اعرف ايش يعني برفيزيف كومبيوتينج، مفترض اني افهم هذا الكونسبت. طبعا هي كونسبت نظريه، يعني هي ملهاش علاقه بالجانب العملي او الشبكه تاعت البرفيزيف كومبيوتنج او السيستم تاع البرفيزيف كومبيوتنج. لا، هي كونسبت نظريه لازم نكون عارفينها وفاهمينها عشان نقدر نفهم ايش يعني برفيزيف كومبيوتنج او ايش يعني برفيزيف سيستم. البرفيزيف كومبيوتنج عموما فيها اربع كونسبت: السيستم والديفايس والاكسبيرينس والسنسور. طيب ايش يعني هذا؟ الآن لو أنا عندي نظام سمارت هوم أو سمارت هاوس، البيت الذكي، وفي البيت الذكي هذا على سبيل المثال بقدر أن أتحكم فيه من خلال الصوت. يعني لو أنا جيت لمستقبل الصوت وقلت له شغل الإضاءة، النظام بروح بيعلي الإضاءة أو بشغل الإضاءة. طب والله شغل التكييف، النظام بروح بشغل التكييف. كله من خلال الصوت، كله من خلال الصوت. يبقى أنا عندي على سبيل المثال بيت ذكي، أنا بقدر أتحكم في الإضاءة والتكييف والتبريد والاقفال الابواب من خلال الصوت. تمام. الان انا في عندي نظام ذكي، يعني في عندي سمارت هوم، يعني في عندي نظام ذكي. السيستم هذا او النظام هذا هو الكونسبت بتاع السيستم. يبقى السيستم هو النظام او البرنامج اللي بتحكم في الاجهزه. طيب احنا طبعا هذا برفيزف سيستم، يعني انا في النهايه اللي بده يستقبل مني الصوت ويفهم الصوت وبعدين يروح ينفذ الامر اللي انا طلبته ويطلع قرار صحيح، هذا سيستم. ففي النهايه السيستم هنا الكونسبت هذا تاع السيستم واضح جدا. السيستم هو البرنامج اللي بتحكم في النظام. طيب هذا بالنسبه لكونسبت السيستم. طيب الديفايس والسنسورز، ايش الفرق بين الديفايس والسنسور؟ الان لو انا جيت قلت برضو في مثال السمارت هوم، في عندي اجهزه الاضاءه وفي عندي اجهزه التبريد وفي عندي اجهزه التكييف، وبما اني انا بتحكم من خلال الصوت يبقى انا في عندي جهاز مستقبل الصوت، في عندي جهاز مستقبل الصوت، يبقى عندي اضاءه تبريد تكييف ومستقبل الصوت. طب هذه اجهزه، ايش علاقه السنسور في الموضوع او ايش الفرق بين الديفايس والسنسور؟ الان لما انا اجي اقول له شغل الاضاءه، معناها النظام بده يتخذ قرار انه يشغل الاضاءه. الان الاجهزه اللي بتنطبق عليها القرار النهائي هذا يعتبر ديفايس. يعني الاضاءه، النظام الحين بده يشغل الاضاءه، معناها القرار او الكوماند بده ينطبق على اجهزه الاضاءه او اجهزه الاناره، معناها اجهزه الاناره هذه ديفايس. بدي اقول والله علي التكييف، معناها انه النظام بده يفهم ان انا بقصد انه الان بدك تشغل التكييف. يعني الجهاز اللي بده يشتغل الان هو جهاز المكيف، بالتالي المكيف هذا يعتبر ديفايس. طب ايش السنسور؟ السنسور هو اللي بيستقبل من الامر. لما انا بتحكم في البيت الذكي من خلال مستقبل الصوت، معناها مستقبل الصوت هنا لا يصنف كديفايس، يصنف كسنسور. ليش؟ لانه مستقبل الصوت هذا اي شيء بتنفذش عليه القرار. يعني انا بجيش بقوله والله شغل مستقبل الصوت، ما هذا مش جهاز يشتغل، هذا جهاز بيستقبل من الامر وبعدين بودي الامر هذا على السيستم، وبعدين السيستم بترجم الامر بحيث انه يطلع في النهايه قرار صحيح. بالتالي الجهاز المستقبل، الجهاز المسؤول عن استقبال المدخلات سواء كانت صوت كانت صورة ايا كان، يعني سنسور الحرارة، سنسور الرطوبة، مستقبل الصوت، مستشعر الحركة اللي هو الموفمنت سنسور او الموشن سنسور، هذه تعتبر سنسور. ليش؟ لانه هذه بتستقبل انبوت من اليوزر. اما الجهاز اللي بينطبق عليه القرار النهائي هذا يعتبر ديفايس. وهذا الفرق بين الديفايس والسنسور. طبعا هما الاثنين اجهزه، بس السنسور هو اللي بيستقبل الامر من اليوزر او من البيئه عموما. يعني مثلا انا في عندي نظام انذار سرقه على سبيل المثال. انذار السرقه هذا بيشتغل لما يكون في حركه داخل البيت. طب كيف بدي اعرف انه في حركه داخل البيت؟ معناه انه في سنسور للحركه، في سنسور للحركه، في موفمنت سنسور للحركه الداخليه في البيت. معناها السنسور هذا اللي بيشوف ان اذا في حركه او لا، هذا يصنف سنسور، هذا المستشعر يصنف سنسور. لكن الجهاز الانذار او اللي هو جهاز الانذار اللي هو زي مثلا الصوت او مكبر الصوت او الزمور، او الزمور اللي بنذر انه في هنا والله محاوله سرقه، هذا يعتبر في النهايه ديفايس. وهذا الفرق بين الديفايس وبين السنسور. طيب يبقى الان صار عندنا واضح ايش كونسبت السيستم وايش الديفايس وايش السنسور. ايش الاكسبيرينس اللي هو هذا؟ ايش الاكسبيرينس؟ تمام.
الآن لو أنا عندي باب ذكي، الباب الذكي هذا بيفتح بصمة الوجه، يعني أنا باجي بوقف قدام باب البيت، باب البيت هذا فيه كاميرا، الكاميرا هذا بتشوف وجهي، بتتعرف على بصمة الوجه، إذا والله أنا صاحب البيت بدون ما بتفتح لي الباب. طيب معناها السيستم هنا معروف، اللي هو النظام اللي بتحكم في عملية التحقق. طيب الديفايس هنا اللي هو اللي بينطبق عليه القرار اللي هو الباب، الباب يا بيتم فتحه من قبل السيستم يا اما السيستم بيرفض انه يفتحه لانه ما تعرفش بصمة وجهي. السنسور هنا اللي هو الكاميرا اللي بتلتقط وجهي وبتسلمها، او بتلتقط صورة الوجه وبتسلمها للسيستم. ايش الاكسبيرينس؟ طيب الان السنسور اعطى الصورة للسيستم، السيستم كيف بده يتعرف على صاحب البيت؟ يعني ايش بيعرف السيستم انه انا صاحب البيت؟ كيف؟ لازم يكون في إله أو في إلي عنده صور سابقة، يعني السيستم أو أنا مخزن صوري على السيستم، بحيث لما الكاميرا أو السنسور تاع الكاميرا يلتقط صورتي ويوديها للسيستم، السيستم يتعرف عليا بناء على الصور اللي مخزن عنده سابقا، أو صوري أنا اللي مخزن عنده سابقا، إنه أنا والله صاحب البيت، إنه هدول صوري صاحب البيت أو أصحاب البيت عموما. يعني الإكسبيرينس هنا هي الداتا المسبقة اللي أنا بزودها بالسيستم قبل ما يشتغل. الاكسبيرينس هي الداتا اللي انا بعطيها للسيستم قبل ما يشتغل، لانه انا بنفعش اجي اركب سمارت هوم من دون اكسبيرينس. طب انا لما بدي اجي اركب سمارت هوم مثلا على سبيل المثال باستخدام الصوت، واقول له شغل الاضاءه، واصلا السيستم ما فيش عنده داتا يقدر يفهم من خلالها ايش الجمله اللي انا حكيتها. ما انا لما اقول له شغل الاضاءه معناها بده ياخذ الكلمه اللي انا قلتها ويفهمها عشان يقدر يطلع قرار. طيب الآن إذا السيستم ما فيش عنده داتا مسبقة يفهم إنه هذه الكلمة معناها شغل الإضاءة، كيف بده يشغلها؟ إذا السيستم تبع الباب ما فيش عنده صور لإلي إنه أنا صاحب البيت، وإجا الكاميرا التقطت صورتي، معناها السيستم مش هيتعرف عليها، معناها مش هيفتح لي الباب. يبقى الإكسبيرينس هي داتا مسبقة. كمان مرة، الإكسبيرينس مش الداتا الجديدة، هي داتا مسبقة بزودها أو بعطيها للبرفيزيف سيستم قبل ما اركبه في البيت او قبل ما اني اشغله، لانه هذه الداتا تعتبر مهمه جدا كجزء من تشغيل البرفيزيف سيستم، لانه بدون الاكسبيرينس السيستم اصلا ماشي، هو بيشتغل لكن ما بتعرفش حاجه اطلاقا، لا بتعرف على صوتي ولا بتعرف على صورتي، ولو في عندي جهازي الخاص او الاكونت تبعي بدي اجي احطه على البرفيزيف سيستم مش هيتعرف عليه، لانه اصلا هدول لازم يكونوا مدرجين ضمن الاكسبيرينس. يبقى الكونسبت بتاع الاكسبيرينس هو الداتا المسبقه اللي انا بعطيها للسيستم وبخزنها فيه، بحيث انه يقدر يستخدمها لاحقا لما بده يتعرف على شغله معينه، او بده يعمل عمليه تحقق، او بده ينفذ قرار معين. وهذه هي الفور كونسبتس بتاعت البرفيزيف كومبيوتنج. يبقى هنا معرفه زي ما قلنا انه السيستم هو البرنامج او السوفت وير اللي بتحكم بالداتا والبروسيس اللي بتصير في البرفيزيف سيستم. الديفايس اللي هو الهاردوير اللي السيستم بيشغله، ده سيستم ران، الديفايس اللي السيستم بيشغله او الهاردوير اللي السيستم بيشغله. السنسور زي ما قلنا هو الديفايس اللي بيستقبل انبوت، اما بالنسبه للاكسبيرينس هي الداتا اللي بيتم تزويدها للنظام بحيث انه يتدرب عليها ويتعلمها ويخزنها عنده عشان يستخدمها مستقبلا. وهذه هي الفور كونسبتس بتاعت البرفيزيف computing.